أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد نقدمها لكم مباشرة من قناة الجزائرية الدولية، والبداية بأبرز العناوين. مخاوف تفاقم الجائحة والتهديدات الأمريكية تحاصر أسعار النفط، واشنطن تدرس طرح مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية. الاحتلال المغربي يرسم خطة نهب نفط الصحراويين ويباشر في التنقيب عن المحروقات قبلة السواحل الصحراوية المحتلة، وإسبانيا تصف خطوة الرباط بالمقلقة. الجزائر تطلق إصلاحاً جذرياً للمنظومة البنكية، فتح رأس مال 3 بنوك عمومية عبر البورصة، وترفع الحظر عن منح تراخيص إنشاء البنوك الخاصة. أهلاً بكم من جديد. في المستهل أنهت أسعار النفط تداولاتها الأسبوعية على خسارة تعد الأثقل منذ 4 أسابيع لتصل لأدنى مستوى لها منذ مطلع أكتوبر الماضية، تراجع مدعوم بعودة المخاوف في الأسواق من ارتفاع تعداد المصابين بفيروس كورونا وإقرار بعض الحكومات فرض الإغلاق الشامل لكبح تفشي الجائحة. تقرير في السياق لسمية غانم. تحت ضغط تهديدات عودة العالم للشلل الاقتصادي في ظل زحف الموجة الجديدة لفيروس كورونا، تترنح أسعار الذهب الأسود منهية تداولات أسبوعية متقلبة على وقع خسارة في المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وضع وبائي هش أعاد سيناريوهات فرض الإغلاق الشامل للواجهة بشروع أولى الدول الأوروبية على غرار النمسا في تطبيق إجراءات العزل العام، خيار جذري بتبعات اقتصادية باهظة وتداعيات محتملة على أسواق النفط التي تهدد بنزف انتعاش أسعار النفط على خلفية عودة تخمة المعروض للسوق بتوقف عجلة نشاط الاقتصاد العالمي. مخاوف خيمت سريعا على أسواق النفط العالمية بتراجع سعر خام برنت القياسي العالمي إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع أكتوبر الماضي، بفقدان مزيج بحر الشمال نحو 4% من قيمتها في تداولات الجمعة لتصل إلى 78.39 دولارا للبرميل، في حين تم تداول خام تكساس الوسيط للقياس الأمريكي عند 76 دولارا للبرميل بخسارة تجاوزت أكثر من 3%، ما يعادل 4 دولارات في جلسة تداول واحدة. تهديدات تتزامن مع مساعي كبريات اقتصاديات العالم لسحب مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة، في تحرك منسق تقوده واشنطن ضمن محاولة إدارة بايدن احتواء الارتفاع القياسي في أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وزادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع الرابع على التوالي مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات الأسبوع الماضية. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن عدد حفارات النفط والغاز زاد ب7 ليصل العدد الإجمالي إلى 563 حفارة على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ أفريل 2020. هذا وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية طرح نحو 60 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط، ما يمثل 3 أيام من الاستهلاك المحلي ضمن خطة لإدارة جو بايدن، كشفت وسائل أعلام أمريكية تفاصيلها لزيادة المعروض النفطي وخفض أسعار الذهب الأسود. تقرير في السياق لنريمان حماني. 3 أيام عن ترسيم الرئيس الأمريكي جو بايدن توجهه لضخ مزيد من المعروض النفطي بالاستعانة بالاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية من الخام،
لرابع مرة في تاريخ بلاد العم سام، خطة قاطن البيت الأبيض بدأت تتضح بكشف وسائل الإعلام الأمريكية عن تفاصيل تتضمن نية واشنطن طرح ما يقارب 60 مليون برميل من النفط في السوق، ما يمثل 3 أيام من الاستهلاك الأمريكي من الخام، كميات تبقى ضئيلة بالنظر للاحتياطات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية في حالة تمسكها بخيار المواجهة ضد أوبيك بلاس التي تعادل أزيد من 600 مليون برميل، ما يمثل استقلالية نفطية لمدة 30 يوماً. غير أن تركيبة المخزونات الاستراتيجية التي تتشكل أغلبيتها من الخامات الثقيلة من شأنها أن تمثل عائقاً أمام تحقيق الغاية التي يصبو إليها بايدن، بالنظر إلى صعوبة تصفية الخام الثقيل والإجهاد الطاقوي المطلوب لتكريره، ما يشكل عامل عبء بدل الخلاص من أزمة أسعار الوقود التي تعصف بأكبر اقتصاديات العالم، أدت إلى زيادات قياسية في معدلات التضخم لأعلى مستوى لها منذ 30 عاماً. من جهتها كشفت اليابان عنيتها استخدام كميات من احتياطاتها النفطية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام لأول مرة في تاريخ الأرخبيل. ونقلت وكالة أنباء كيودو عن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قوله إن حكومته تدرس استخدام كميات من احتياطاتها لأول مرة لخفض الأسعار، على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطاتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية. في شأن اقتصادي آخر، رسمت السلطات المغربية اتفاقاً ثلاثياً يسمح لشركات قطرية وإيطالية بمباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الصحراوية المحتلة، خطوة وصفتها الصحافة في مدريد بالمقلقة بالنظر لقربها من مناطق محاذية لجزر تتمتع بالسيادة الإسبانية في المحيط الأطلسي. تقرير في السياق لسمنية غنم. شعار النفط مهما كان الثمن، رسم الاحتلال المغربي لاتفاقية ثنائية بشراكة قطرية تمكن الأطراف الثلاثة الموقعة على العقد إلى جانب إيني الإيطالية من مباشرة أشغال التنقيب عن المحروقات قبالة سواحل منطقة طرفاية المحتلة. الحوض الواقع بشمال الصحراء الغربية يمتد على مساحة إجمالية تقارب 24,000 كيلومتر مربع، ويتيح العقد المبرم في 2019 الأطراف الثلاثة بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتقييم الاحتياطات النفطية والغازية الكامنة في المنطقة المصنفة من طرف الأمم المتحدة كمساحة متنازع عليها وغير قابلة للتصرف فيها من أي طرف. غير أن الاحتلال المغربي أراد أسلوب التعنت ومناهضة الشرعية الدولية ضمن حملته المتواصلة في نهب الثروات الباطنية ومقدرات الصحراويين، شهر عن إلغاء اتفاقية الشراكة للصيد البحري والفلاحة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة. خرق الرباط للأعراف الدولية في تنفيذ عقد التنقيب عن النفط على الشريط الساحلي الصحراوي لا تتوقف هنا، بل أججت من الخلافات المغربية الإسبانية كون المنطقة المعنية بأعمال الاستكشاف تقع قبالة جزر تتمتع بالسيادة المباشرة لمدريد، ما يعمق من فجوة التباين في مواقف البلدين التي لا تزال تعيش على ارتدادات لجوء الرباط لاستغلال ورقة المهاجرين في ابتزاز جارتها الشمالية في مسعى لتليين موقف مدريد بشأن الملف الصحراوي. تعتزم السلطات الجزائرية طرح حصص من 3 بنوك مملوكة للدولة على الاكتتاب العام عبر البورصة، في خطوة تعول عليها الحكومة لتوسيع تدخل المنظومة البنكية في تمويل الاقتصاد بالتزامن مع الإعلان عن نية لاستئناف منح تراخيص لاستحداث بنوك خاصة بعد نحو 2 عقدين من تغليقها. تقرير لعبد النور حفصاوي.
بعد عقود من التسيير الإداري، البنوك الجزائرية مقبلة على عهد جديد من الانفتاح والتأطير بكشف الحكومة عن نيتها طرح حصة من رأس مال 3 بنوك مملوكة للدولة في مرحلة أولى للاكتتاب عبر سوق الأوراق المالية. نحن نعرف أن يعني تنشيط هذا السوق يحتاج إلى المنافسة في السوق، وهذه المنافسة مفقودة في المنظومة البنكية الوطنية، وبالتالي يعني الذهاب نحو الخوصصة مهما كانت صيغة هذه الخوصصة، سواء كانت في رأس المال أو خوصصة التسيير بالنسبة للبنوك، فإن ذلك سوف يعطي دفع لهذه البنوك في حال ما إذا يعني الـ الأطراف التي سوف تدخل في رأس المال هذا البنك، أو التي سوف تقتني جزء من رأس المال هذا البنك، أو أنها تتولى تسيير البنك العمومي، يمكن أن يعني تحسن من أداء البنك من حيث يعني تحسين المنتجات البنكية المطروحة في السوق، وتسهيل عمليات التمويل في صالح القطاع الاقتصادي وفي صالح المؤسسات بصورة عامة. خطوة تعول عليها السلطات الجزائرية لإضفاء مزيد من المرونة والعصرنة في تسيير الكيانات البنكية العمومية، والأهم من ذلك تكييف خدماتها وفق حاجية السوق بزيادة حجم تدخلها في تمويل الاقتصاد. رايح يعطي دفع من حيث تنويع المنتجات البنكية، من حيث الاستجابة لخصوصية طلب القرض، لأنه طلبات القرض فيها خصوصية حسب خصوصية المشروع، وفي بعض الأحيان تكون هناك ضرورة للاستجابة الفورية للطلب على القرض، وبالتالي فلا بد من مرونة في العلاقة ما بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين، وهو الشيء المفقود حاليا، وبالتالي فعملية فتح رأس المال من أجل تحريك القدرات البنكية. تحرك إصلاحي يأتي بالتزامن مع تراجع الودائع المتاحة في محافظ البنوك الناشطة بالجزائر لأقل من 7 ملايير دولار بنهاية سبتمبر الفارط، في وقت تستحوذ البنوك العمومية 6 على 85% من المعاملات البنكية بالبلاد. أيدينا لمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا في الأستوديو الخبير في السياسات النقدية أستاذ عبد الرحمن حيا، أهلا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. إذن برأيك ماذا يمكن أن تقدم خطوة فتح رأس مال البنوك يعني في تحسين أداء وتسيير البنوك العمومية؟ شكرا. سأحاول أن أكون نوعا ما تقني مالي لتسليط الضوء على هذه النقطة. في البداية أعتقد أن الحكومة اليوم تقوم بتطبيق أو محاولة تطبيق توجيهات سيد رئيس الجمهورية فيما يخص فتح رأس المال البنوك بصفة عامة، وبالتالي فهذه الخطوة هي مهمة جدا، وخاصة في الوقت الحالي. ما معنى فتح رأس المال بنك في السوق المالية؟ ببساطة أنه مثلا هناك بنك رأس ماله مليون دينار، يحاول أن يرفع هذا رأس المال إلى 1,500,000,000 دينار جزائري، ف500,000,000 دينار جزائري يذهب إلى السوق المال ليقتنيها، كي إنسان يذهب إلى أي سوق ليقتنيها، وبالتالي فأعتقد أن هذه الخطوة هي جيدة، وبالتالي فتزيد من رأس المال البنوك، وبالتالي فإذا زاد رأس مال البنوك فإن قدرتها على الإقراض، على التمويل، العمليات الاقتصادية، وخاصة على فتح يعني وكالات أخرى، وهذا ما أود أنه يعني ينتبه له، يعني نزيد من فتح الوكالات بالنظر إلى زيادة تعداد الزبائن، هذا كله سيعمل على نقول تنشيط الأداء البنكي في الوقت الراهن. يعني إلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تزيد في الحركية البنكية؟ والله أعتقد أنها إذا تمت وفق يعني دعنا نقول إطار مالي، ويعني كانت كما أتصورها كمتابع للشأن النقدي، أعتقد بأنها يمكن أن تعالج إلى غاية 50% من المشاكل المالية الموجودة على مستوى الاقتصاد الوطني، وبالتالي فمسألة تمويل العمليات الاقتصادية، تمويل المشاريع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، تمويل المشاريع الناشئة، هذا كله متوقف حاليا على إعادة رسملة البنوك، وبالتالي فهي خطوة ضرورية، ولكن يعني تحتاج إلى احترافية ومهنية في القيام بها.
ما هي هذه الاحترافية؟ ممتاز. أولا علينا أن نجد حل للركود الموجود على مستوى البورصة، ونفهم لماذا البورصة راكدة ولا توجد فيها التداولات التي من المفروض أن تكون. هذه النقطة في اعتقاد الخاص سهلة. لأنه علاه سهلة؟ لأنه يمكن استقطاب الناس للمعاملات على مستوى السوق المالي اللي هي البورصة عن طريق عمليات تسويقية، عن طريق عمليات دعيني أقول لك مرتبطة بالذكاء التسويقي الرقمي، كما يحدث حاليا على مستوى يعني وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يستقطبون الناس بنفس العملية. فقد تحتاج إلى إنسان يؤمن بالرقمنة، وبالتالي فهناك فئة كبيرة يمكن إدراجها إلى البورصة، ويمكن أن ننتقل في هذه النقطة إلى السرعة القصوى، وهو إنشاء تطبيقات على مستوى الهواتف نحفز بها الشباب الذين يعني أنا أقصدهم وهو الذين يملكون مهارات في استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والذين حديثا بدأوا العمل. هؤلاء يملكون رأس مال مصدره الأجر، ويعني يملكون مهارات في تسيير تكنولوجيا الإعلام والاتصال. فهؤلاء من خلال التطبيقات يمكن استقطابهم للمعاملات في البورصة. طبعا الأمر لا يقتصر على هؤلاء الشباب، هو من المفروض أنه الأمر يتسع إلى المؤسسات العمومية، لكن نحن نوعا ما في ظرف مالي صعب يعني، وبالتالي فأعتقد أننا نحدد الفئة التي لابد أن نستقطبها، والتي هي تكون المحرك للعمليات وخلق الديناميكية على مستوى البورصة. يعني هل يمكن ربما أن ترمم هذه الإجراءات ربما أزمة الثقة الموجودة بين المواطنين الجزائريين والبنوك؟ ممتاز. أولا البورصة يمكن لها أن نفصل بين الثقة الموجودة في المعاملة البنكية والثقة الموجودة على مستوى البورصة، وإن كان يعني يمكن اعتبارهما شيء واحد. المعاملات على مستوى البنوك اليوم تمتاز بالثقل نظرا لاستخدام الأوراق والمعاملات اليدوية أكثر من استخدام الديجيتال، في حين أنه البورصة يمكن لنا أن نفعلها عن طريق قلت لك تطبيقات استقطابية. الإنسان الذي يشتري يدخل شريكا في بنك مقابل حصة، فهذه الحصة يمكن أن تكون يعني بمبلغ 2000 دينار، وبالتالي في البداية لن نتصور أنها تكون سريعة. نضع خطوات، الخطوة الأولى هو آليات استقطاب الناس إلى المعاملات في البورصة. ما سأوضح نوع من التفصيل. البنك وش يدير؟ يروح يجيب الأموال، ومقابل تلك الأموال يمنح أوراقا. هذه الأوراق قد تأخذ شكل سهم أو تأخذ شكل سند. إذا أخذت شكل سهم، فإن الذي اشترى سهما مقابل منحه رأس مال للبنك فإنه ينتظر الربح والخسارة، أو ما أما الذي اشترى سندا مقابل يعني حصول البنك على أمواله فإنه يحصل على فائدة ثابتة. وبالتالي فالوسطاء العمليات البنكية، لأنه الإنسان لما يذهب يود أن يذهب إلى البورصة لا يذهب هو مباشرة، إنما يذهب إلى الوسيط، والوسطاء هم عادة البنوك. وبالتالي فالبنوك يمكن لهم أن يستخدموا حسابات زبائنهم للاكتتاب على مستوى يعني البنوك. هنا نوعا ما أيضا نفتح قوس، يمكن أنه بنك يشتري حصص من بنك آخر، وبالتالي فنصل إلى مستوى وين يمكن إعادة توزيع السيولة بنوع من التوازن في الاقتصاد. يعني كيف يمكن أن تدفع هذه الخطوة البنوك نحو توسيع تشكيلة خدماتها وسلة خدماتها أيضا تكييفها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني واحتياجات الزبون أيضا؟ ممتاز. فتح رأس مال البنوك هدفه الأول وهو رفع الأموال على مستوى البنوك. اليوم البنوك تعاني من شح في السيولة، وبالتالي فالهدف الرئيس هو رفع السيولة على مستوى البنوك. وعندما ترتفع السيولة على مستوى البنوك يمكن لنا أن نقوم بتمويل الاقتصاد، لأنه الظرف الحالي هناك سيولة ضعيفة جدا، لا يمكن لنا أن يعني نمول الاقتصاد. أما ما قلته فهو ضروري أن يكون مرافقا لعملية فتح رأس المال، هو تطوير الأداء البنكي، هي تسريع المعاملات على مستوى البنوك، وإدخال الرقمنة في المعاملات، هو استخدام الاستثمار في العنصر البشري. يعني يصبح الإنسان الذي يعمل في البنك عندما يأتي إنسان لإجراء معاملة بنكية يعامله بنوع من الجاذبية، وهذا ما يعرف بالاستثمار في العنصر البشري، وهذا أيضا لديه حلول عن طريق التحفيزات والتعويضات. وبالتالي فإن البنوك عندما ترتفع قدراتها المالية يمكن لها كما سبق وأن ذكرت أن تقوم بتمويل الاقتصاد، بالإضافة إلى أنها
يكون لديها دعنا نقول إطار لتطوير الأداء البنكي. وبالتالي فإذا تطور الأداء البنكي وتطور معه يعني المعاملة على مستوى البورصة، فقلت لك بأن 50% من المشاكل المالية للجزائر يمكن أنها تحل. هل منح استقلالية التسيير داخل البنوك العمومية خطوة حتمية وضرورية لإنجاح مساعي المنظومة البنكية يعني حسب الاقتصاد الوطني ورغبة الزبون الجزائري؟ ممتاز، هذا شيء ضروري، لابد للبنك أن يدرك شيئا بأنه هو مؤسسة تجارية. ما معنى مؤسسة تجارية؟ عليه أن يعمل على تحقيق ربح، وهذا الربح يقوم بتوزيعه. وبالتالي فإن الفكر التجاري يعني على مستوى البنوك ضعيف جدا. اليوم البنوك في الجزائر هي عبارة عن إدارات وليس بنوك، وهذا ما نأمل له يعني من خلال توجيهات سيد الرئيس فتح رأس المال. وش يدير؟ راح يجيب لنا شركاء آخرين إلى البنك، وهؤلاء الشركاء طبعا سيهتمون بالربحية، والربحية لن تأتي إلا إذا تغير سلوك البنك. وش معناته؟ يتحول من إدارة إلى تاجر. واليوم نشوف التاجر يقف أمام الباب وينادي العملاء، في حين أن الإدارة يعني يصد الباب في وجه القادم إليها. وبالتالي في البنك هو مؤسسة تجارية عليها أن تقوم باستقطاب الزبائن. يعني ألا ترى ربما أن اتخاذ السلطات الجزائرية لهذه الخطوة ربما ينم عن حاجة إلى مورد مالي بديل لتعزيز إمكانيات خزينة الدولة؟ فعلا، هو نحن لدينا عجز على مستوى الخزينة العمومية في حدود 4000 مليار دينار جزائري، والبنوك حاليا تقوم بتمويل بعض المشاريع. وبكري البنوك كانت تذهب إلى الخزينة العمومية لتعويض عدم دفع المؤسسات خاصة العمومية لقروضها. اليوم هناك شح على مستوى الخزينة العمومية وشح على مستوى البنوك. وبالتالي فالخطوة التي أمام الحكومة هو فتح رأس المال أمام البنوك، أمام الذين يريدون الاكتتاب وخاصة من الجمهور. هذه خطوة أيضا يمكن من خلالها استقطاب الأموال الموجودة خارج الإطار الرسمي. كله يلعب على عاملين، العامل الأول وهو استخدام الاحترافية والكفاءة في تنشيط العملية البنكية على مستوى البورصة، استخدام الاحترافية والكفاءة. والأمر الثاني استخدام العمليات التسويقية والترويجية. وبالتالي فهذا شيء يعني جيد جدا لدخول الأموال التي توجد خارج الإطار الرسمي. ويحبذ لو كانت هناك خطة رفيعة التي تعتمد على إدراج هذه الأموال التي توجد خارج الإطار الرسمي إلى البنوك من خلال فتح رأس مال الشركة. طيب، في إطار خطة الحكومة يعني استئناف منح تراخيص لاستحداث البنوك الخاصة في الجزائر، يعني كيف تقيمون هذه الخطوة في هذا الظرف الخاص يعني في ظل جائحة كوفيد-19؟ ربما ما هي المخاطر التي قد تنجر عن هذه الخطوة؟ هو ليست هناك مخاطر. نحن سأحاول أن أوضح من خلال عملية يقوم بها الجزائريون يوميا. الجزائريون فيما يخص شركات الاتصال لديهم 3 شركات اتصال، هناك منافسة دعنا نقول رفيعة المستوى. وبالتالي فعندما مثلا يأتي رمضان ويقرأ العروض ويقوم بعملية تحليلية للعروض ويقبل على شراء العرض الذي يتناسب معه. وبالتالي فإن البنك الخاص بإمكانه أن يقوم بهذه العملية، أن يقدم عروضا لزبائنه، وممكن للزبائن أن تقدم إلى هذا البنك. وبالتالي فالبنك الخاص يستفيد مما يعرف بعدم وجود منافسة خاصة حقيقية بين البنوك، علما أن البنك الخاص معناه أنه ماهوش معناه أنه يعمل بحرية، معناه أنه يصبح جزء من النظام البنكي الجزائري، إلا أن أرباحه تعود إلى مالكه ولا تعود إلى المالك العمومي كما هو الأمر بالنسبة إلى البنوك العمومية. وبالتالي فالخاص يمكن له أن يستقطب يعني الزبائن باستخدام، لأنه علاش الخاص؟ لأنه الخاص العمال البنكيين اللي موجودين فيه يقوم بتحفيزهم، وهم لا يعملون في العمومي، وبالتالي فهو يحفزهم، وإذا قام بتحفيزهم فإن أدائهم يتحسن، وإذا تحسن أدائهم فإن الإقبال على هذه البنوك الخاصة تأتي. يبقى شيء ضروري هو أننا نفعل وليس نعيد قانون استثمار، نفعل
الأشياء الجميلة الموجودة في قانون الاستثمار الحالي أو القانون الاستثمار الذي سيتم يعني إنشاؤه مستقبلا. نعم، يعني يجب خلق تنافسية من أجل استقطاب المواطنين للبنوك الخاصة، يعني حتى لا تتكرر ربما تجارب سابقة. هذا كله يعتمد على الكفاءة، لابد أننا ننتقي الكفاءة في التسيير. حاليا للأسف الشديد يعني الكفاءة ليست أولوية الأولويات في التعيين. معليش، نحن ندرك بأن هناك دعنا نقول ضغوطات اجتماعية، وهذه الضغوطات الاجتماعية قد تسبب مشكلا في يعني الريكروتمون، يعني في التوظيف. شكرا. لذلك فأعتقد أن أفضل شيء وهو أن نضع مدراء يعني يسيرون البنوك، وبالتالي فإذا كانت هناك يعني كفاءات في تسيير البنوك أعتقد أنه الأمور الأخرى يمكن أن تعالج، لأنه المسير أو القائد كما يعرف في إدارة الأعمال لديه كفاءات تسييرية. يعني هل ننتظر ربما عودة الأجانب إلى الجزائر؟ كل ذلك متوقف على المجموعة التي ستقوم بتأهيل القطاع البنكي وفق الرؤية الجديدة التي يعني قدمها السيد رئيس الجمهورية من خلال توجيهاته للحكومة. نعم، نشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرحمن حيا، الخبير في السياسات النقدية. شكرا على تلبيتك. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة من قناة الجزائر الدولية في شأن اقتصادي آخر. تستأنف شركة بريتش إيرلاينز رحلاتها نحو الجزائر اعتبارا من الغد بعد أزيد من 19 شهرا من تعليقها، وتعتزم شركة الطيران البريطانية تسيير رحلتين أسبوعيا يوميا الأحد والخميس ذهابا وإيابا بين مطار هيثرو بلندن ومطار وارب مدين الدولي في الجزائر. إلى تونس الآن، حيث اندلعت وخرجت احتجاجات في عدد من المحافظات قادها عشرات العاطلين رفضا لتوجه السلطات لتعديل التشريعات المنظمة للعمل في البلاد. احتجاجات استبقها الرئيس قيس سعيد بتوجيه رسائل تطمين أفادها إطلاق حملة لتطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم بالمزورين والفاسدين وبائعي الأوهام. تقرير في السياق لنريم حمالي. تتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية في تونس، وتتوالى معها تصريحات الرئيس قيس سعيد لتهدئة الجبهة الاجتماعية، أحدثها إعلانه عن الشروع في تطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم العابثون بمقدراتها. نحن سنعمل إن شاء الله على تطهير البلاد، لأن الشعب يريد تطهير البلاد، وتوليتم إحالة عدد من هذه الملفات إلى القضاء، ولعل القضاء أن يكون في الموعد مع التاريخ لتطهير البلاد، لأنه لا يمكن أن نطهر بلادنا إلا بعد تطهير كل مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوا الدولة وتركوا الشباب في البؤس والحرمان، ويبيعون لهم الأوهام الكاذبة، الأوهام التي تجعلهم يعتقدون أن هذه النصوص ستطبق، في حين أن الذي وضعها وصادق عليها ثم أنشد النشيد الرسمي يعرفوا أنه لن يطبق أبدا. الخرجة الإعلامية الأخيرة لقيس سعيد لم تخلو من توجيه اتهامات مبطنة للحكومة السابقة بارتكاب فساد إداري وممارسة المحسوبية في التشغيل على نطاق واسع، ما دفع بالآلاف إلى الانتفاع بوظائف في مؤسسات الدولة بشهادات مزورة. تحدثت معهم بكل صراحة عن هذه الأوضاع، وكنت حاضرا معي في هذا النقاش، وتحدثنا كيف تم انتداب العشرات بل الآلاف بشهادة مزورة، وحتى
أيضا الختم الذي وضع على بعض الشهائد ختم غير صحيح، وتم انتداب عدد من الأشخاص بناء على شهادات مزورة، وعديدون هم الذين انتفعوا بهذه الشهادات بناء على ولائهم وبناء على تواطؤ الجهات التي مكنتهم من هذه الشهائد. احتقان اجتماعي متعدد الجبهات. فضل قصر قرطاج بمواجهته إشهار سيف الحجاج ضد الفاسدين، مصحوبا برسائل تطمين بالتوجه نحو تطهير مؤسسات الدولة من المزورين وبائعي الأوهام. لهنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.